ولكن كثيرا من المسلمين يقولون نقرأ القرآن ونصلي ونصوم وندعو، ولكننا لا نجد لذلك حلاوة وانشراحا في الصدور، ولا نجد له أثرا في حياتنا ولا في أنفسنا. والجواب عباد الله أن وعد الله حق وقوله صدق، لكن إذا لم يجد العبد اللذة والحلاوة فليتهم نفسه وليفتش في أحواله، فإن للتلذذ بالعبادة أسبابًا جالبة وموانع دافعة، فحتى تتلذذ بالعبادة لا بد من أن تعرف الأسباب لتحققها والموانع لتجتنبها.